مرحب بحضراتكم، ولسه مكملين معاكم في تغطية خاصة جدا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54. وزي ما وعدناكم ان احنا هيكون معانا كل الكتاب اللي بتحبوهم وكل المواضيع واهم الاصدارات اللي بتنتظروها. الحقيقة ان احنا معانا دلوقتي واحدة من اهم الكاتبات المصريات وطبعا العربيات ايضا، وهي طبعا الكاتبة والاستاذة مي التلمساني. الكاتبة والاستاذة مي التلمساني عندها اكتر من كتاب مشارك السنة دي في المعرض، مش بس كده انما كمان احنا عايزين نبارك لها على جائزة حصولها على وسام الفنون والأداب برتبة فارس من فرنسا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أولا ألف مبروك. الله يبارك فيك. ثانيا نحكي لي بقى شوية عن الكتب اللي حضرتك مشاركة بيها السنة دي. أنا عارفة أن في أكتر من عمل أو أكتر من كتاب. يعني في أربع روايات ليا في دار الشروق السنة دي، دنيا زاد وأكابيلا وهليوبوليس والكل يقول أحبك. أكابيلا هي أحدث إصدار، دنيا زاد يمكن طلعت من كام شهر، والكل يقول أحبك هي آخر رواية صدرت ليا عن دار الشروق. دكتورة ما يحكي لي شوية عن أكابيلا، عايزين نعرف أكتر تفاصيل عن الأبطال اللي موجودين في الرواية. بصي، أكابيلا هي كلمة من الموسيقى بمعنى غناء منفرد بدون مصاحبة موسيقى. وأنا كنت حابة أن أنا أتكلم على شخصيتين من صديقتين، واحدة فيهم بتتوفى في أول الرواية فهي مش مفاجأة يعني، إنما صديقتها التانية بتلاقي مذكراتها وبتحاول تنشرها. أوكي. ومن هنا بنحاول نتعرف على شخصية عايدة المتوفاة، وكانت فنانة وكان عندها طموحات فنية كبيرة بس ما تحققتش للأسف أو تحقق بعضها، وعلاقتها بقى بالشخصية الرئيسية اللي هي البطلة أو الروية اللي بتحكي لنا كمان عن تصوراتها عن الحياة وعن الحب وعن الفن ودورها كامرأة، وهي نفسها أم الطفل فيعني علاقتها كزوجة وكأم. فبنحاول يعني بحاول أبص شوية على كل الأزمات اللي ممكن تواجهها المرأة المعاصرة في مجتمعنا المصري حاليا، سواء كانت بقى أم أو فنانة أو مشهورة أو أقل شهرة. يعني كل العلاقات دي بالنسبة لي كانت مهمة قوي في أكابيلا. أكيد. وده لازم يخليني أسأل حضرتك عن الأدب النسائي وعن اهتمام كل الكاتبات بإبراز أهم ما يخص المرأة المصرية والعربية بشكل كبير جدا. كلميني شوية عن الأدب النسائي، رأي حضرتك فيه إيه؟ شايفة إنه هو واخد حقه في مصر وعلى مستوى الأدب والثقافة، ولا شايفة إن إحنا محتاجين نبذل فيه مجهود أكتر؟ يعني عايزة نظرة حضرتك كده بشكل شامل عن الأدب النسائي. لا، الحقيقة إحنا من أول التسعينيات وأنا بنتمي للجيل اللي بيتسمى جيل التسعينيات في الأدب، شفنا طفرة مهمة جدا جدا في كتابات المرأة، يعني الكتابات التي تكتبها المرأة بغض النظر عن هي بتتبنى قضايا نسوية أو قضايا تحرر المرأة أو لا. فأنا متهيألي أنه إحنا عملنا إنجاز كبير جدا في الثلاثين سنة اللي فاتوا من حيث عدد الكاتبات المتواجدات على الساحة اللي بينشروا بشكل منتظم، اللي عندهم إقبال، اللي بعضهم بس سيلرز كمان. في بعض الأحيان بنلاقي كاتبة كمان بتوصل لجوائز وبتحصل باعتراف نقدي وكذا، وليها معجبين كتير وقراء كتير قارئات كتير، بتقدم قضايا ليها علاقة بوضع المرأة في المجتمع الحديثة. كل ده يعني عامل زخم كده في الوسط طبعاً الثقافي عظيم طبعاً. وأنا فخورة بيه، والأجيال الجديدة كمان عاملة دور عظيم جدا في المجال ده. فأنا بحيي كل ست قادرة تعبر عن نفسها وتعبر كمان عن أخريات من خلال الأعمال الأدبية بتاعتها، سواء بقى رواية أو شعر أو مسرح. عندنا أعداد قليلة قوي من كاتبات المسرح، لكن فيه فالمجالات دي والسيناريو، أنا عايزة أقول كل أنواع الكتابة. مهم جدا أنه النساء يخوضوا المجالات دي، ومهم جدا أن احنا نعرف وجهة النظر اللي هي مختلفة إلى حد كبير عن وجهة نظر الكتاب من الرجال، ومش بمنطق التلصص، يعني مش بمنطق أن احنا هنشوف بقى الست بتفكر إزاي. بالعكس، احنا مهم جدا بالنسبة لنا أن هي تكون شريك رئيسي في كل حاجة في المجتمع. صحيح. والشراكة دي مبنية كمان على وعي، مبنية على علم، مبنية على معرفة. كتير جدا من الكاتبات اللي ممكن يعني أذكر أسماء كتير هما كمان أساتذة جامعة مثلا، فعاملين أبحاث أكاديمية. فعايزة أقول أنه عندنا في مصر عدد كبير يعني لا حصر له من الكاتبات طبعاً. وده ابتدى يمكن من التسعينيات يبرز بشكل أساسي،
إنما مؤخرا كمان بنشوف الأجيال الجديدة أسماء كتير مهمة، وأنا بحيي كل ست بتكتب وبتنشر أكيد النهاردة في مصر وفي الوطن العربي. أكيد، وأعتقد أنه كمان الكتابة النسائية يمكن يعني إحنا مش بنتحيز بس للسيدات أو للبنات أو للكاتبات، إنما كمان في مشاعر وفي أحاسيس مش هيقدر يعبر عنها الراجل، مش طبعاً هيقدر يحس طبعاً بيها الراجل، مش هيقدر ينقلها الكاتب، لكن تقدر تعبر عنها الكاتبة وتقدر تعبر طبعاً عنها الأنثى الكاتبة اللي بتكتب عن أنثى زيها. مظبوط، تمام، أنا متفقة معاكي. طبعاً ده بيبقى برضو يعني في تحدي شوية، لأنه في بعض الأحيان إحنا بنتكسف كمان، يعني بنتكسف نعبر عن قضايا تخصنا عميقة أو أحاسيس ومشاعر عميقة، فساعات بنحط حواجز على أنفسنا، ولكن حرية الكاتب دي يعني المفروض تكون مطلقة، وحرية الكاتبة أيضاً. وأنا بقول لنفسي أنه طول ما في كاتبات بتكتب احنا هنتقدم أكيد في قضايا تخص المرأة بشكل أكبر وأوسع وأشمل. وكمان أقدر أحيي كمان الكاتبات اللي قادرين يجيبوا صوت الرجل، مش أيوه كل الكاتبات بيكتبوا فقط عن شخصيات نسائية، أيوه في كاتبات كتير قادرين ان هم يوصلوا لنا أيضا مشاعر وأحاسيس ومواقف ذكورية صحيح من خلال الشخصيات الذكورية صح في الروايات. فيعني أنا بحيي أي كاتبة عندها قدرة على التخيل وعندها قدرة على الغوص في النفس الإنسانية، بحيث أنها تقدر تقدم لنا فعلا يعني العمق اللي غالبا الناس العادية مش هتقدر توصله. طبعا فالكتابة في الحالة دي أو الأدب في الحالة دي بيقدم لنا خدمة فعلا إنسانية، يعني أكيد أنه بيعرفنا على النفس البشرية، وبيساعدنا على أنه لو عندنا مشاكل نحلها ونعرضها، نعرضها لو عندنا تساؤلات نعرضها، يمكن ما عندناش أجوبة طول الوقت لكن بالتأكيد في تساؤلات. فأنا عايزة أقول إنه الأدب ده حاجة حيوية جدا وإيجابية جدا ومهمة جدا، ومعرض الكتاب دليل يعني على إنه أنا شايفة يعني النهاردة يوم عظيم جدا، لأن أنا شايفة زحام شديد جدا. أيوة، هو على فكرة السنة دي أو الدورة دي تحديدا دكتورة مي يمكن نسبة الحضور فيها هي نسبة غير مسبوقة، يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن يمكن السبت اللي فات تحديدا كان في أزيد من 200,000 زائر للمعرض. حاجة جميلة جدا بجد. فهو فعلا زي ما حضرتك بتقولي الموضوع مختلف، والإقبال السنة دي بجد مختلف. لا أنا كمان سعيدة بالدورة دي بالذات لأنها دورة صلاح جاهين. أيوة، يعني قامة من قامات الكتابة والإبداع والفن طبعا في مصر طبعا، وإنه يكون في كتب عن صلاح جاهين، إنه يكون في ندوات عن صلاح جاهين، إنه طبعا هيئة الكتاب نشرة كل الأعمال الكاملة لصلاح جاهين، فدي هيكون عليها إقبال أكيد طبعا كبير جدا طبعا، وإنه عنده شعبية كبيرة جدا من كل الأجيال. بالظبط بالظبط، والشباب بيقروا لسه وبيستمتعوا صح بأغانيه وبأفلام اللي هو حتى شارك وشعره وكل دواوينه طبعا. فأنا فخورة أن أنا يعني جزء من الدورة اللي محطوطة تحت اسم صلاح جاهين. جميل، آخر سؤال ومش هطول على حضرتك أكتر من كده، البست سيلر ورأي حضرتك إيه في تجربة البست سيلر، خاصة أنه في ناس كتير ابتدت تقبل عليها؟ أنا شايفة أنه سوق الكتاب يتسع للجميع. يعني سوق الكتاب ده المفروض أنه في صناعة ثقافية، ومهم جدا أنه يكون فيها الرائج والأكثر رواجا، زي ما يكون فيها الكاتب اللي بيحاول يعمل لنفسه مسار وخط خاص ويغير حاجة في تاريخ الأدب، يغير حاجة في التجربة الأدبية، يغير حتى عالميا. يعني احنا بيطلع من عندنا من مصر مواهب كبيرة لدرجة ان هي بتشارك في الحركة الأدبية عالميا من خلال الترجمة. فدول يعني انا عايز اقول انه لان المجال يتسع للجميع، انا بشجع جدا انه اي دار نشر يكون عندها كاتب او كاتبة او عدد من الكتاب بس سيلرز الاكثر مبيعا، اكثر مبيعا. أيوة، لانه الصناعه تحتاج للاكثر مبيعا. صحيح، مش هقدر اقول انه كل الناس هتقرا نجيب محفوظ بنفس القدر اللي هنقرا بيه بس سيلر، لكن الشباب طالما بيقبل على كتاب، انا ما عنديش اي يعني احكام قيمه أيوة على الكتاب، انا بفكر فيه باعتباره منتج، والمنتج ده محتاج يتسوق، ومحتاج نشجع كل الناس على القراءة. قروا بقى أدب رفيع أو قروا أدب ترفيهي أو قروا أدب بست سيلرز، أنا بسمي ساعات بعض الأحيان يعني هي قضية تسويق طبعا، لكن هي كمان قضية استهلاك. أيوة، يعني أنا عايزة أقرأ رواية خفيفة في القطر وبعد ما أوصل المشوار بتاعي أتخلص منها خلاص تمام. وفي روايات أخرى بالعكس أنا أحب أحتفظ بيها في مكتبتي، فأنا عندي كل أعمال نجيب محفوظ، عندي كل أعمال يوسف إدريس، عندي كل أعمال يحيى حقي، عندي كل أعمال توفيق الحكيم، دي ناس أنا عاوز أحتفظ بيها. لكن البست سيلر ممكن أقراه للاستهلاك،
وبعد كده يمكن ما يكونش عنده قيمة كبيرة قوي وما حبش احتفظ بيه. فكل ده متواجد في سوق الأدب. اللي بياخد جوائز كبيرة لأنه بيحفر في مجال الأدب، واللي مش بياخد جوائز بس عليه إقبال جماهيري. فكل ده بالتجاور ده بيسمح لنا أن احنا نعمل صناعة ثقافية. صحيح. وصناعة للكتاب قوية ومهمة، وده مهم طبعا. للصناعة طبعا. ونفس الحكاية تنسحب على السينما، نعمل أفلام عظيمة وبنعمل أفلام تجارية وخفيفة، ده شيء طبيعي جدا لأي صناعة عشان تستمر. طبعا طبعا. والتنوع ده أعتقد أنه هو مطلوب جداً. في أي خطة بتفكري فيها بعد معرض الكتاب؟ في أي جديد بعد معرض الكتاب؟ أنا قاعدة في مصر 4 شهور. أوكي. وعندي بحث عن، يعني بعمل شغل على العروض البرامج العربية للأفلام العربية، فمحتاجة أكون موجودة في مصر الفترة اللي جاية، فقاعدة للبحث ده. جميل. وبشتغل على رواية جديدة، فيعني جميل. مصر ملهمة دايما. أكيد. بتمنى لحضرتك التوفيق، وسعيدة جدا بلقاء حضرتك دكتورة. شكرا جزيلا. ميرسي جدا.